حان موعدنا الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي وشباك هاشتاغ، نطلع على ما شغل القطريين خلال الأسبوع مع مراسلنا سلمان النجار، ينضم إلينا من الدوحة. أهلا وسهلا بك سلمان. نبدأ بموضوع القمة الخليجية ومخرجاتها التي شغلت عدد كبير من رواد مواقع التواصل في قطر، ما كانت ردود الفعل المهيمنة عليها؟ أهلا بك نادين، أهلا بكل المتابعين في برنامج شبابيك وتحديدا في نافذة شباك هاشتاغ. القمة الخليجية أثارت الكثير من الكلام هنا في قطر عن مستوى مشاركة قطر التي شاركت بوزير دولة لشؤون خارجية، وأيضا تكلم القطريون كثيرا عن تمسكهم بهذا المجلس، ولكن بناء على حصار قطر الذي يزيد عن سنة ونصف السنة، فقالوا إن أمير قطر كان أمرا جيدا أنه لم يشارك في هذه القمة، ولكن على أي حال هم متمسكون كما يقولون بمجلس التعاون الخليجي الذي هو مظلة للجميع. على أي حال، ما أثار ردود فعل في مواقع التواصل الاجتماعي هو فيديو غريب قليلا انتشر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، حيث غرد جابر الحرمي، وبه نبدأ، غرد جابر الحرمي سمو الشيخ صباح الأحمد: كم أنت كبير مقاما، كم أنت عظيم تقديرا وإجلالا، كم يسكنك الخليج وأبناؤه حبا وإخلاصا، جددت التعبير في القمة الخليجية 39 عن خوفك على الخليج. هنا يمعن النظر في علم قطر ورئيس وفدها سلطان المريخي يقبل رأسه نيابة عن كل أهل قطر تقديرا واحتراما. لنتابع هذا الفيديو الذي انتشر حين تفقد أمير الكويت علم قطر في التقاط الصورة التذكارية. نعم، هذا الفيديو الذي انتشر كان له صدى طيب كثيرا في قطر، حيث فهد بوزوير في موقعه في حسابه على تويتر غرد يقول وأرفق صورة لأمير الإنسانية، لكأن علم قطر أيضا يقبل رأس أمير الكويت، وكتب قائلا: صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى يتصل هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ليطمئن على صحة سموه بعد الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها والتي تكللت بفضل الله تعالى بالنجاح. لم يكتفي رواد موقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذا الموضوع. الشاعر القطري المعروف شبيب بن عرار غرد تغريدة وأرفق معها فيديو حول أبيات شعرية قالها في حق أمير الكويت، وهو يرتدي العلم القطري والعلم الكويتي. لنتابع جانبا مما قاله الشاعر القطري: والجود من صادق الأعماق لك الشكر، واغلى ما تكنه ضمايرنا تفقد علمنا طيب حكمه وطيب أخلاق، وحنا الرجال اللي نقية سرايرنا ملينا الفضاء من مجدنا وامتلت الأفاق، وعلى كل ما قف طيب تقدح ذخايرنا علمنا تطارخ في إعلان السما خفاق. نعم وانت ماضينا المشرف وحاضرنا. في آخر تغريدة حول موضوع القمة الخليجية كتبت دكتورة وفاء اليزيدي التي تعنون حسابها قطرية وهويتي تميم رسالة واضحة أرسلتها قطر من خلال المشاركة المحدودة في القمة الخليجية في الرياض، رسمت للجميع خطوطا واضحة حول رفض استغلال تمسكها بالوحدة الخليجية من أجل القفز على تداعيات الحصار الجائر عليها مما يقارب من سنتين. وصلت الرسالة القمة الخليجية 39.
معجم الدوحة التاريخي للغة العربية أيضا أثار إعجاب واهتمام عدد كبير من المغردين أو متصفحي الإنترنت. نعم نادين، حضور أمير قطر لإطلاق معجم الدوحة التاريخي أضفى على الحدث أهمية خاصة لدى الشعب القطري. ربما ليس كثيرا من يهتم بموضوع معجم تاريخي، لكن أن يحضر الأمير والصف الأول من الوزراء وكبار الشخصيات والضيوف، هذا أضفى على الموضوع أهمية كبرى، حتى الصحف القطرية اليوم عنونت بهذا العنوان. لنرى ما قالته المياسة الثاني، الشيخة مياسة الثاني شقيقة أمير قطر. قالت: أطلق سمو الأمير اليوم مشروع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، والذي يرصد تاريخ الألفاظ العربية، مشروع الأول من نوعه يأتي تحت رؤية سموه في المحافظة على اللغة العربية وهوية الأمة. يمكنكم الاطلاع عليه على الرابط التالي. وأوردت صورة لأمير قطر وهو يطلق معجم الدوحة التاريخي. لننتقل إلى مقبل السبيعي الذي قال: دعم دولة قطر للغة العربية مستمر حفاظا على الهوية العربية وإعادة لمجدها وازدهارها في ظل تحديات العولمة، بإنجاز 100,000 مدخل معجمي بمدونة تفوق المليار كلمة، تغطي ما يقارب من 700 عام من تاريخ لغتنا، مرتبة ترتيبا تاريخيا من أقدم نقش أو نص إلى عام 200 للهجرة، غرد على وسم معجم الدوحة التاريخي. السيد عبد العزيز الخاطر وهو أحد الكتاب القطريين المعروفين كتب تحت وسم معجم الدوحة التاريخي: عمل جميل، العرب، العربية، العروبة. ربما يكون هذا المشروع بداية لتفكيك ما علق بالعرب وبلغتهم العربية وبعروبتهم الإنسانية من إجحاف من الداخل ومن الخارج. نعم سلمان، و555 يوم على بداية حصار قطر، هل من رمزية خاصة لهذه المدة؟ ليس سوى ربما توافق ثلاث خمسات سوية، والقطريون دائما ما يغردون عند تمام مثلا 400 300 365، حين يمر عام كامل دائما الحصار يشغل القطريين، ودائما ما يقولون إن قطر صمدت طوال هذه المدة وأنها مستعدة للصمود فترة أخرى دون أن تتنازل عن سيادتها. عبد الله السادة غرد على وسم 555 يوم من الحصار، كتب: فرقاهم عيد. فرقاهم أي دول الحصار الثلاث التي تحاصر قطر، بمعنى أنه ليس مسألة مهمة، بالعكس مسألة مفرحة أن تتخلص من بعض أو أن تظهر بعض نوايا دول الحصار. شاهين أصليطي الناشط المعروف على موقع تويتر كتب: 555 يوم من الحصار الحقير الغادر الفاشل، 555 يوما من الصمود القطري الرسمي والشعبي وتواصل الإنجازات الكبيرة والنجاح. قالها سمو الأمير تميم المجد: قطر بألف خير بدونهم. وقالها الذيب المريخي: من تبقدها قطر تصعب على من بغاها وستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء. كانت هذه آخر تغريدة لهذا اليوم ولهذه النافذة. اطلعنا فيها ما قاله القطريون، جزء مما قاله القطريون خلال أسبوع كامل مرة في الدوحة. نعم شكرا جزيلا لك سلمان النجار من الدوحة على هذه الباقة المختارة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.